اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. إذا ازدحم الجواب، يعني إذا كثر الجواب المختلف على سؤال واحد، قطعا ولا شك الصواب يخفى. الإمام صلوات الله عليه يقول: خفي الصواب، فلا يعلم أي الجواب هو الصحيح. يعني إذا واحد سأل سؤال وجاوبه فت خمسة وكل إجابة مختلفة عن الإجابة الأخرى، يخفى الصواب، فلا يعلم أي الجواب هو الصحيح.